دخلت خطة تحصين مدينة المكلا مرحلتها الثانية وسط ردود فعل متباينة حول أداء الإدارات الحكومية المختلفة والإجراءات التي طالت الباعة المحليين في الشوارع العامة وإمكانية إيجاد أماكن أخرى لهم دون التضييق على الممرات والطرق الرئيسية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. أفاقت مدينة المكلا على خطة جديدة تستهدف تحسين المدينة وإزالة العشوائيات منها، خطة التدخلات والإجراءات التي دشنتها السلطة المحلية في يناير الماضي استهدفت تحسين المظهر العام وطالت إجراءاتها الكسبة المحليين الذين عبروا عن استيائهم من معظم إجراءات السلطة المحلية. نائف شاب من أبناء المكلا قضى ما يزيد عن 10 سنوات في مكان بسطة الخضار التي يعيل من ورائها أسرته الكبيرة. نائف ومنذ أن أبعدته إجراءات التحسين لا يزال يزور في كل يوم مكانه القديم علّه يجد انفراجة تعيده إلى موقعه الأول، لكنه في كل مرة يعود بخفي حنين. بعد أن كانت مثخنة بالبضائع ومكتظة بالسكان، تحولت هذه الشوارع الرئيسية وسط المكلا إلى شبه خالية بعد تدشين إجراءات خطة تحسين المدينة. ترتكز خطة إجراءات تحسين مدينة المكلا على العمل التكاملي بين مختلف الإدارات الحكومية، لكن تداخلات المهام والعراقيل التي واجهت الخطة المتبعة كانت في صدارة الاجتماعات المشتركة. فعلى غرار إغلاق بعض البوفيهيات لعدة أيام، عاود صندوق النظافة والتحسين فتح بعضها بعد استكمال الإجراءات اللازمة على حد وصفهم. صندوق النظافة طبعا يتدخل في إجراءات كثيرة متعلقة بالنظافة، أيضا إجراءات مختلفة متعلقة بالتحسين، جوانب مثل التشجير، عمل المجسمات أو إعادة تأهيل المجسمات، إعادة تأهيل مواقع التحسين الرئيسية، المنشآت التحسين من الخور، كافة الجولات والمثلثات سيتم التدخل فيها. ومن قرعة الطريق إلى وسط زحام المركبات في الخطوط العامة تقف شرطة السير على مسافة واحدة مع مختلف الجهات الأخرى في تنفيذ خطة إجراءات التدخلات لتحسين المدينة. عوائق الازدحام لا تتوقف حتى بعد رفع الباعة المحليين، فاكتظاظ الشوارع الرئيسية يحتاج بنظر كثيرين لحملة توعية شاملة بالتوازي مع مسار الإجراءات المتبعة منذ دخول خطة التحسين حيز التنفيذ. بالنسبة معنا وكيل الشؤون الفنية ومدير الأشغال والنظافة في عمل متناسق بينهم مرتب، خاصة الأشغال من ناحية الطرقات، من ناحية الإشارات، من ناحية التقطعات الخطوط. أطلب من أبائي وأخواني والتعاون معانا في خط السير، من توقيف السيارات صح، من عدم عكس الخط، الوقوف المزدوج هذا اللي في الشوارع، بعض السواقين اللي عاد لحد الآن ما بعد يرضى يتجاوبوا مع رجال المرور، لكن إن شاء الله بعد ما ننزل لهم بنزول توعيتهم إن شاء الله يتجاوبوا معنا. عراقيل كثيرة تقف في وجه لجنة تحسين المكلا، وفي طليعتها وجود أماكن مناسبة للباعة في الأسواق الشعبية والأضرار المترتبة على تغيير أماكنهم في ظل وضع اقتصادي صعب، إضافة لإمكانية امتداد خطة التحسين لأكثر مما أعلنت عنه السلطات المحلية. لقناة المكلا، باسل بامرس.